السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة أسامة العريض سعي البحرين الدائم لتأهيل المزيد من الكفاءات البشرية في القطاع الصناعي بالارتكاز على الابتكار وتسخير التكنولوجيا المتطورة. جاء ذلك خلال رعايته مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة افتتاح أعمال منتدى الابتكار من أجل الصناعة على هامش فعاليات معرض الخليج للصناعة 2016. وقد ناقش المشاركون في المنتدى مواضيع الابتكار الحديثة في مجال الصناعة والأمن المعلوماتي وبحث الأساليب المبتكرة لنمو المنتجات ذات القيمة المضافة. وتخلل المنتدى تسليم جوائز آيتك لأفضل الممارسات في تقنية المعلومات والاتصالات بما يخدم قطاع الأعمال. معروف عن الشباب البحريني وطبعا من فترة طويلة في المنطقة ككل انه هو شباب متعلم دائما يحب التعليم والتدريب وفي نفس الوقت عنده الحس الابتكار والابداع. فطبعا التقنيات الحديثة تسمح لتوسعة الابتكار هذا والابداع. لا ننسى ان دائما التكنولوجيا تكون هي في الامام، دائما نحاول نستغل التكنولوجيا أساس تساعد في عملية التدريب وفي عملية الإنتاج نفسها. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو البحرين عن تنظيم منتدى رواد الأعمال الشباب بنسخته الأولى في البحرين ولأول مرة ضمن دول مجلس التعاون والشرق الأوسط بالتعاون مع مجموعة أوريغان والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة العلوم التطبيقية. وستتضمن فعاليات المنتدى عدة جلسات تستعرض تجارب ونجاحات رواد الأعمال من داخل البحرين وخارجها، إضافة إلى تعريف الشباب بالمراحل التي يمر بها رائد العمل المبتدأ وما يمر به من عقبات ومصاعب وكيفية تخطيها لتحويل المشاريع إلى قصة نجاح. كما سيشهد المنتدى عقد دورة ورشات عمل شبابية مكثفة على شكل مجموعات تركز على أهم مهارات مشاريع ريادة الأعمال كالهوية ومشاريع التواصل.